مرحبا، رح نعمل وصفة الباوند كيك المحشية بالآيس كريم. للباوند كيك بدنا 3 بيض عدد 3، 185 جرام من زبدة المرجرين، 3/4 كوب سكر، 1.5 كوب طحين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق حليب سائل، برش ليمونة، فانيلا. أول إشي منبلش بنخفق البيض مع الفانيلا منيح. بعد ما خفقناهم رح نضيف برش الليمونة والحليب، هلأ رح نضيف الزبدة ونقلبهم مع بعض. بعد ما أضفنا الزبدة رح نستمر بالتحريك لحد ما ينتجوا مع بعض. هلأ رح نضيف السكر ونحرك. هلأ رح نضيف الطحين وبعده البيكنج باودر ونخفق الكيك حتى يتجانس كل المكونات تماما مع بعض. طبعا احنا هون قبل ما نضيف الطحين نخلناه عشان تطلع معانا الباوند كيك هشة اكتر. هلأ احنا بعد ما خلطنا الكيك منيح احنا هون محضرين قالب المستطيل، حطينا فيه ورق زبدة على الجوانب حتى ما تلزق الكيك عنا. هلأ رح نضيف الكيك بالقالب اللي احنا محضرينه. هلأ صار عنا القالب جاهز لندخله على فرن احنا محميينه من قبل على درجة 180 لمدة نص ساعة. هلأ احنا هاي عنا شكل الباوند كيك بعد ما طلعناها من الفرن، حززنا دوائرها عشان نقدر نقيم جزء من الوجه. هلأ رح نفضي الجزء الجواني شوي عشان نقدر نحشيها بالآيس كريم. هلأ بعد ما فضيناها، طبعا احنا لازم ننتبه انه الكيك لازم تكون باردة، فضينا كلها من جوا، رح نحشي فيها الآيس كريم. لاحظوا كيف؟ هلأ رح نبلش نعبيها كلها بالآيس كريم. هلأ لاحظوا كيف عبيناها بالآيس كريم. طبعا انتو بتقدروا تستعملوا اي نوع آيس كريم بتحبوه، لانه هي الكيكة كيك فانيلا فبزبط معها اي نكهة آيس كريم. احنا هون مستعملين الباتر سكوتش ايس كريم. هلا بعد ما رصينا الايس كريم منيح رح نرجع نحط الغطا، ولو انه شوية انكسر معانا بس بهمش. وباقي الكيك اللي احنا طلناه من حشوة الكيك نقدر نستعمله بكتير اشياء، بنقدر نعمل فيه كيك بوبس او بنقدر نسويه ترايفل. هيك صارت عنا الكيكة جاهزة للتقديم، زيناها بشوية كريمة الزبدة، تقدروا تزينوها بأي نوع تاني انتو حابينه، وطبعا ما منكتر كريمة عشان ما تصير الكيك دسمة. صحتين وعافية، وصفة زاكية كتير وسريعة، طبعا تقدروا تحفظوها بالفريزر. ما تنسوا تعملونا لايك سبسكرايب وشير.